سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط، أهلا بكم في درس جديد. أعزائي متابعي القناة الجدد، أهلا وسهلا بكم في قناتي، شرفتوني ونورتوني إخوتي. ما تنساوش من فضلكم الضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد كل الدروس إن شاء الله. تابعوا معي اليوم صفحة رقم 42. جولي لو تكست، راح نقرأ مع بعضنا هذا النص، تبعوا معي. Les deux sœurs et les fées. Les deux sœurs هادو الأخوات هما أختين والجنيات. Il était une fois une veuve qui avait deux filles. ذات مرة أو في قديم الزمان كانت هناك أرملة لديها بنتين. هنا يا veuve هادي معناتها أرملة. هادي adjectif féminin. Le masculin تاعها هو veuf بالF. Voilà. Une veuve qui avait deux filles, elle aimait beaucoup l'aînée qui lui ressemblait et détestait la cadette qu'elle faisait travailler comme une esclave. كانت هذيك المرأة تحب كثيرا ابنتها الكبيرة. يعني البنت الكبيرة هي اللي نسميها l'aînée. Voilà. التي كانت تشبهها كثيرا، يعني كانت تشبه بزاف الام تاعها. وكانت هذيك المراه تكره ابنتها الثانيه اللي هي لاكادات. لاكادات هذه معناته الابنه الثانيه التي كانت يعني ترغمها في العمل مثل الخادمه. يعني اسكلاف هي الخادمه او العبد او الامه. فوالا لا بوفر انفان دوفي ان بلوس دو سي multiples charges chercher plusieurs fois de l'eau loin de la maison. هذيك الفتاة المسكينة كان لازم عليها، يعني بالإضافة إلى أشغالها الشاقة، أنها تذهب لتحضر الماء بعيدا عن المنزل. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Un jour, à la fontaine, elle rencontra une pauvre femme qui lui demanda à boire. ذات يوم في يعني مصدر الماء أو لافونتين اللي هي نافورة الماء، التقت هذيك الفتاة التقت بامرأة فقيرة، وهذيك المرأة الفقيرة طلبت منها أنها تعطيها تشرب الماء. يعني المرأة الفقيرة هذيك طلبت من الفتاة شربت الماء. بيان سور بون دام توني بوفي، قالت لها يعني أكيد يا سيدتي تفضلي اشربي. Lui dit gentiment la fille en lui présentant aimablement la cruche. قالت لها الفتاة يعني بكل لطف وبكل محبة وأعطتها الإناء أو الإبريق. La cruche هو الإناء. Merci brave fille, vous êtes si gentille et si aimable que ne je suis m'empêcher de vous faire ce don. À chaque fois que vous parlez, que vous parlerez, il vous sortira de la bouche une fleur ou une pierre précieuse, lui dit la vieille dame. يعني هذيك المرأة كي عطاتها الطفلة تشرب، قالت لها ميرسي أيتها الفتاة الشجاعة، أنت لطيفة ومحبوبة، هذا الشيء يعني يجعلني أن أعطيك هدية. أو سدان لدان هو الهبة أو الهدية. قالت لها يعني أشك فو، يعني كل ما تتحدثي راح تخرج من فمك إن فلوغ يعني وردة أو أحجار ثمينة. سيتي اون في كي افي بري لا فورم دون فام. ولا هذيك المرأة الفقيرة كانت عبارة عن جنية تحولت إلى شكل هذيك السيدة الفقيرة. En rentrant à la maison, la jeune fille raconta l'aventure à sa mère, qui vit sortir de la bouche de sa cadette une rose, deux perles et trois diamants. عند دخولها إلى المنزل، هذيك الفتاة حكت يعني المغامرة تاعها لأمها. وهذيك الام شافت يعني انه بنتها تخرج من فمها هذوك الازهار والاحجار الكريمه خرجت من فمها.
Elle envoya aussitôt la fille aînée à la fontaine. بعدها الأم بعثت ابنتها الكبرى إلى مصدر الماء. Celle-ci ne tarda pas à voir sortir du bois, non pas la vieille femme, mais une princesse qui lui demanda à boire. يعني بعد خروج هذيك الفتاة الكبرى خرجت من الغابة وذهبت إلى نافورة الماء لم تجد المرأة العجوز بل وجدت أميرة وهذيك الأميرة طلبت منها تعطيها تشرب. La fille refusa d'une manière brutale et impolie. وهذيك الفتاة يعني الكبرى رفضت طلب الأميرة يعني بطريقة غير لبقة وطريقة سيئة. La princesse qui n'était autre qu'une fée lui lança. هذيك الأميرة التي لم تكن سوى جنية قالت لها À chacune de tes paroles, il te sortira de la bouche un serpent ou un crapaud. Voilà, أعتذر. يعني قالت لها كل ما تتحدثي راح يخرج من فمك أفعى أو ضفدع. De retour à la maison, elle alla se plaindre à sa maman qui vit sortir de la bouche de sa fille adorée une pivère. عند عودتها إلى المنزل ذهبت مستاءة وتشتكي لأمها التي رأت يعني أفعى تخرج من فم ابنتها المحبوبة. Une vipère هذه معناتها أفعى. Que vois-je? ماذا أرى؟ cria la mère. صرخت الأم. C'est la faute à ta sœur. يعني قالت لها هذا خطأ أختك. Attends que je l'attrape. Voilà, قالت لها انتظري سوف أمسك بها. La cadette se sauva en pleurant. يعني البنت الصغرى هربت وهي تبكي. Le fils du roi qui revenait de la chasse vit la pauvre fille qui sanglotait. Ibn al-Malik كان راجع من الصيد ورأى الفتاة المسكينة وهي تجري وهي تجري. Il lui demanda pourquoi elle courait ainsi en pleurant. وطلب منها لماذا كانت هي تجري وتبكي. نواصل هنا أعزائي التلاميذ. Elle lui raconta l'histoire de sa bouche. جير دي بيرل اي دي ديامون يعني وروت له او حكت له قصة الاحجار وال يعني دي بيرل الاحجار دي ديامون هي الالماس التي تخرج او تتدفق من فمها. Le prince l'emmena au palais et la présenta à son père. الامير اخذها معه الى القصر و يعني عرفها بوالديه. Quelques jours après il l'épousa, ils vécurent riches et surtout très heureux. أيام فيما بعد تزوجها يعني الأمير تزوج من هذيك الفتاة وعاش يعني أغنياء وخاصة كانوا سعداء جدا. Voilà, هذا فيما يخص أعزائي تلاميذ هذا النص اللي هو les deux sœurs et les fées. J'espère que c'est bien clair. يعني القصة راهي شيقة وممتعة ومع هذا الشرح راكم تكونوا فهمتوها. On passe aux questions. هكا راح نزيدو نفهمو مليح هذا النص. Je comprends et je dis. Numéro 1. De qui parle-t-on dans ce texte? يعني عمن نتحدث في هذا النص. Dans ce texte, on parle de deux sœurs et d'une fée. في هذا النص نتحدث عن أختين والجنية. Numéro 2. Est-ce que la mère traitait ses deux filles à la même manière? هل الأم كانت تعامل بنتيها بنفس الطريقة؟ Non, elle préférait l'aînée et faisait travailler la cadette comme une esclave. يعني السؤال هنا لا هي ما كانش تعاملهم كيف كيف
هي كانت تفضل البنت الكبرى والبنت الصغرى اللي سميناها لاكادات، كانت يعني تخليها تدير الأشغال الشاقة مثل الخدم. Question numéro 3. Quelle forme a pris la fée devant la fée aînée? Quel don lui a-t-elle fait? ما هو الشكل الذي اتخذته الجنية أمام البنت الكبرى أو البنت الأولى؟ وماذا أعطتها أو بماذا جازتها؟ يعني ماذا كان الجزاء؟ voilà. La fille, pardon. Devant la fille aînée, la fée s'est transformée en princesse. يعني أمام البنت الكبرى الجنية أخذت شكل الأميرة. يعني la récompense تاعها كانت à chacune de ses paroles, il lui sortira un serpent ou un crapaud de la bouche. يعني الجزاء تاعها كان أنها كل ما تتحدث تخرج من فمها ثعبان أو ضفدعة، لأنها لم تكن يعني جيدة ولم تكن لطيفة مع الجنية. Question numéro 4. Quelle forme a pris la fée devant la cadette? Quel don lui a-t-elle fait? يعني ما هو الشكل الذي اتخذته الجنية أمام البنت الصغرى أو البنت الثانية؟ وماذا كان جزاؤها؟ Devant la cadette, la fée prit la forme d'une vieille femme assoiffée. يعني أمام البنت الصغيرة الجنية أخذت شكل امرأة عجوز وكانت عطشانة. Voilà. La jeune fille lui donna à boire et fut récompensée. وهذيك الفتاة أعطت للمرأة العجوز تشرب وكان جزاؤها. À chacune de ses paroles, il sortait de sa bouche une fleur ou une pierre précieuse. Voilà. كان الجزاء تاعها أنها كل ما تتحدث تخرج من فمها وردة أو أحجار ثمينة. voilà. هذا فيما يخص سؤال رقم 4. Question numéro 5. Avec ta ou ton camarade, complétez le tableau avec des adjectifs qualificatifs de votre choix. Voilà. يعني مع زميلك اكملوا هذا الجدول بإضافة صفات يعني من اختياركم الخاص. هنا الصفات راح تكون صفة الأم، صفة اللي هي لا مير، وكذلك صفة لا في إني و لا كادات. هنا لا مير ايتي ميشانت انجوست. فوالا هادو يعني صفتين انا مدهم لكم انتم من بعد تكملوا صفات من عندكم. الام كانت شريره ولم تكن عادله. لا في اني ايتي امبولي اي افار. امبولي يعني ماهيش متربيه يعني قليله ادب امبولي، وكذلك كانت افار يعني بخيله. بخيله ما حبتش حتى تمد لا برينسيس هذيك، ما عطاتهاش مام با تشرب من عندها الماء. فوالا هادو صفتين تاع لا في اني، كانت امبولي وكانت افار. لا كادات ايتي دوس يعني لطيفه، جينيروز يعني كريمه، سيربيابل خدومه. فوالا هادو الصفات الملاح اللي كانوا عند لا في ولا لا كادات. فوالا هذا فيما يخص هاد الجدول. اللي هنا بقينا هاد السؤال الاخير. Je complète et j'écris dans mon cahier. Un jour à la fontaine, la cadette rencontra une vieille femme qui lui demanda à boire de l'eau. هنايا هاد النقاط راحين تكملوهم على حسب الشيء اللي كنت نحكي لكم فيه. لهنا نحطو لا كادات، هنا نحطو اون فيي فام، وهنا نحطو ابواغ يعني ذات يوم في نافورة الماء. لا كادات اللي هي الفتاة الصغرى التقت بامرأة عجوز التي طلبت منها ان تشرب الماء. فوالا. بهذا نكون اعزائي التلاميذ وصلنا لنهاية
هاد لا سيكونس اللي كنا يعني من المفروض انه الشرح كان فيها شرح كبير وشرح يعني من كل الجوانب كيفاش نكتبوا تكمله تاع القصه، يعني نورمالمون راكم فهمتوا. واذا كان اي سؤال فيما يخص هذه الوحده ما تتردوش وخليوا لي في التعليقات. بهذا نكون اعزائي التلاميذ وصلت لنهايه درس اليوم، نلتقي في الدرس القادم ان شاء الله، واترككم في رعايه الله وحفظه، وسلام الله عليكم.